مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، زي ما قلنا قبل الفاصل، كل تجربه ليها سلبيات وايجابيات. طبعا خلينا نتكلم على الايجابيات سريعا قبل ما نروح لتشكيل منتخب مصر. سليمان رقم واحد، وليد سليمان، ودي حاجه مهمه قوي. ليه؟ انا دايما بقول على وليد سليمان حل سحري في وقت قليل. وليد سليمان لاعب مهم للغايه. كبر صغر، وهو من افضل اللاعبين. هو هيكبر دايما، مش هيظهر. بتكلم على وليد سليمان، لو صغير او كبير عنده حاجه، ميزه واحده بس. لعيب بيعرف يستغل الفرصه، صحيح، بيعرف يجيب جون، فكره عالي قوي، حتى قوي وشرس، عنده شخصيه وفرديه، وعنده شخصيه وقيادي مع اللعيبه. فانا بتكلم وهينفعنا في كاس العالم، دي حقيقه. حتى ياخد اجزاء، ياخد اوقات قليله. انا يعني في لعيبه، انا يعني عاوز اقول لك، انا ممكن اودي في لعيب، ممكن اوديه منتخب مصر مش أي. نادي أي. عشان يديني خمس دقائق. الحاجه الثانيه، حمزه علاء برضو حاجه جميله قوي. احنا اتكلمنا على ان النادي الاهلي عنده حراس مرمى كويسه، في مصطفى شوبير وفي حمزه علاء، وعندك علي لطفي وعندك محمد الشناوي، وعندك اربعه يقدروا يشتغلوا في للنادي الاهلي كويس قوي. فدي الايجابيات. السلبيات بقى لا، مش عايزين نتكلم عليها دلوقتي. ماشي.